كغيره من أطفال مصر في قراها المختلفة، لم يكن يتاح للنجم محمد صلاح ابن قرية نجريج بمحافظة الغربية سوى هذا الملعب المدرسي ليبدأ سيرته الأولى في كرة القدم، قبل أن يلفت انتباه وإعجاب مدرسه رضا مسعود. اللي يميز محمد صلاح عن زمايله معايا في دوري المدارس، بصراحة أخلاق محمد صلاح كان محترم جدا، كان بينفذ التعليمات، ما كانش كان يحب زمايله جدا، أخلاق في وسط الفرقة، السرعة بتاعته الفائقة، دايما ملتزم في التعليمات معايا في كل حاجة أعملها، كان ملتزم معايا محمد في بداية حياته في دوري المدارس وهو طفل صغير معايا يعني. هنا في مدرسته الابتدائية بالقرية لا تزال تذكر إخلاص السيد كيف كان محمد صلاح طالبا مثاليا، لكن كرة القدم كانت الهواية الأولى التي طغت على ما عداها. محمد كان طالب ملتزم، خلوق، مؤدب من صغره، بيحترم مدرسينه، هو كان شغوف بالكورة ومحب لها جدا، وكان دايما يتابع الماتشات اللي في المدرسة، ولو في أي حصة ألعاب كان دايما برضو حريص إن هو يشوفها أو يشارك فيها. ده اللي كان بيميزه عن زمايله، ووالده والله يديله الصحة يعني نمى فيه الموهبة ديت وساعده في إن هو يوصل للي هو وصل له حاليا. في رحلة صعود صلاح وتألقه تابعه أبناء قريته بكل ترقب، لا فرق بين كبير وصغير، وزادت واتسعت محبتهم له بعد دوره الكبير في صعود مصر إلى كأس العالم، ولأنه ظل مخلصا ووفيا لقريته. البساطة عنده هي سمة كلمة محمد، يعني عندنا في البلد هنا محمد يعني متعته وفرحته انه لما يجي من اوروبا، هو بيجي كل سنه في السيزون في نهايه الموسم، بيجي في شهر خمسة اخر خمسة، متعته انه هو يكون متواجد بين الشباب، اصدقائه، بين اصحابه، بين اهل بلده، يتصور معاهم، يمشي معاهم، يعيش الفرح. من المقاولون لبازل ثم ليفربول، رحلة تألق جعلت صلاح سفيرا لمصر في الملاعب الإنجليزية، وبعد أن كان اهتمام الأهل والجيران بمتابعة الدوري المصري، صاروا يتابعون باهتمام كبير الدوريات الأوروبية.